بسم الله الرحمن الرحيم. التائب يجد للطاعة حلاوة وللعبادة طلاوة، ويجد للإيمان طعما، ويجد للإقبال لذة، دموعه يكتب منها قصصا، وينظم من الآهات أبياتا، ويؤلف من البكاء كتابا، ويلقي من الألم خطبا. التائب كالعقيم الذي بشر بالولد، وكالرجل البارز للإعدام إذا عفي عنه. التائب إذا هدل الحمام بكى، وإذا صاح الطير ناح، وإذا شد البلبل تذكر، وإذا لمع البرق اهتز قلبه خوفا ممن يسبح له الرعد بحمده والملائكة من خيفته. تعال إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزقه، إذا أردت أن تعصي الله فلا تسكن على أرضه ولا في بلده، إذا أردت أن تعصي الله فانظر إلى موضع لا يراك فيه الله، فتوبوا إلى الله ولا تيأسوا من روح الله. دموع التائبين لفضيلة الشيخ بدر بن نادر المشاري. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، نحن في هذه الليلة، ليلة الأربعاء، ألتقي وإياكم في هذا الجامع المبارك وفي هذا المسجد الطيب وفي هذه الوجوه المباركة في دولة الكويت. عنوان هذا اللقاء دموع التائبين، لعلي أتحدث هذا اليوم عن هذه الدموع التي تسير وتسير، سارت في الماضي وما زلنا نرى آثارها في حاضرنا، وستظل في مستقبل الأمة إلى قيام الساعة، لأن الله تكفل بالخلق وبالعباد وجعلهم يرجعون وينيبون إليه ويستغفرون. ألي الدموع أنهار؟ نعم لها أنهار. كيف وأين هي؟ لو جمعت دموع التائبين ولو حصرت دموع المنكسرين لاجتمعت وأصبحت بحارا وأنهارا، بل لو حصل منها أيضا أمواجا تموج منها العالم. مرحبا بهذه القلوب المنكسرة، خرجت من هذه القلوب المنكسرة تلك الدموع الغزيرة، تلك الدموع التي نزلت خشية لله وخوفا من الله وتوبة لله تبارك وتعالى. خرجت هذه الأنهار من قلب منكسر، غزير الدمعة، حي الوجدان، قلق الأحشاء، صادق العبارة، جم المشاعر، جياش الفؤاد، مشبوب الضمير. خرجت هذه الأنهار من قلب له حرقة وله وجدان وله لوعة، وفي وجهه أسى وفي دمعه أسرار. لماذا كل هذه الأنهار؟ وإذا رأوا مذنبا بكوا خوفا عليه من ذنوبه، وإذا رأوا نعيما خافوا أن يحرمون الجنة، وإذا رأوا نارا ظنوا أنهم واقعها. التائب إذا هدل الحمام بكى، وإذا صاح الطير ناح، وإذا شد البلبل تذكر، وإذا لمع البرق اهتز قلبه خوفا ممن يسبح له الرعد بحمده والملائكة من خيفته. التائب يجد للطاعة حلاوة وللعبادة طلاوة، ويجد للإيمان طعما، ويجد للإقبال لذة، دموعه يكتب منها قصصا، وينظم من الآهات أبياتا، ويؤلف من البكاء كتابا، ويلقي من الألم خطبا. التائب كالعقيم الذي بشر بالولد، وكالرجل البارز للإعدام إذا عفي عنه. أين من يبكي جنايات الشباب؟ أين من يبكي على الخطايا التي سود بها الكتاب؟ أيها المؤمنون، وقف رجل من بني إسرائيل عمره 80 عاما، وقف وقد عصى الله 40 وأطاع الله 40، فوقف أمام المرآة فلما رأى لحيته قد خط فيها الشيب الأبيض قال: يا الله يا الله يا الله، إنني أطعتك 40 وعصيتك 40، فهل تقبلني؟ فسمع منادي يقول: أطعتنا فأحببناك، وعصيتنا فأمهلناك، وعصيتنا فأمهلناك وسترناك، وإذا رجعت إلينا قبلناك. إلهي، وقف السائلون ببابك، ولاذ المذنبون بجنابك، ورفع ذو الحاجات قصص فاقتهم إليك. إلهي، نكس العصاة رؤوس الذل والانكسار بين يديك، ورست سفينة المساكين على ساحل بحر كرمك، وامتدت أيدي السائلين إلى وابل غيث جودك. فيا أمان الخائفين،
يا أمان الخائفين، ويا غياث المستغيثين، ويا حبيب التائبين، ويا قرة عين المحبين الصادقين، ويا من هو عند قلوب المنكسرين، يا من يسمع أنين المذنبين، اغفر لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كنت أعرف شابا من الشباب ذهب عمره في شبابه ما بين زان وما بين خمار وما بين يجوب الأسفار بين دولة وأخرى يبحث عن الزنا والخنا أجلكم الله. وقبل 4 سنوات حضر خطبة من خطب أحد الدعاة واستمع إلى قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، فلما أراد الله له الهداية تحرك قلبه ورق قلبه ودمعت عيناه، فوقف في مصلاه وهو يقول: يا رب اغفر لي، يا رب ما لي غير لطفك ملجأ، ولعلني عن بابه لا أطرد، يا رب هب لي توبة أقضي بها دينا علي به جلالك يشهد، أنت الخبير بحال عبدك إنه بسلاسل الوزر الثقيل مقيد، أنت المجير لكل داع يلتجي، أنت المجير لكل من يستنجد، من أي بحر غير بحرك نستقي، ولأي باب غير بابك نقصد. فتاب إلى الله وعاد إليه وأناب، وأصبح هذا الشاب من العباد. وفي رمضان الماضي وقف يصلي معنا التراويح وجلسنا وإياه ساعات طويلة، ثم مضى وبعد 2 تماما بل وفي 2 جمعة من رمضان فإذا بأحد الإخوة يتصل وقبل صلاة المغرب يقول: أحسن الله عزاءكم في فلان، توفاه الله جل وعلا. قلنا: كيف؟ قال: كان واقفا يصلي صلاة العصر وفي الركعة الثالثة يوم ركع وخضع لله قبض الله روحه في صلاة العصر. نسأل الله الكريم من فضله. الله يرانا، ولو عبدنا الله كما أمرنا أعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يقول أبو الفتح يذكر أن رجلا تعلق بامرأة في الشام، قال: أحبها وتعلق بها تعلقا شديدا، ثم أخذها وخطفها من بين الناس وذهب بها وبيده سلاح، فأخذت تصيح المرأة وتصرخ بين الناس وفي السوق، وتجمع الناس أرادوا أن ينقذوا هذه الفتاة، لكنهم كلما تقدموا لإنقاذها تقدم عليهم بسلاحه وطعنهم وجرحهم ثم تركوها. ومر عليه بشر بن الحارث رحمه الله تعالى فحك كتفه بكتفه، قالوا: فسقط ذلك الرجل، ولما رأوه سقط تقدموا لإنقاذه وليروا ما حصل، فلما تقدموا فإذا بالرجل يرشح عرقا، فقالوا له: قم، ما الذي أصابك؟ قال: إن الرجل الذي حك كتفه بكتفي إنه قال لي كلمة واحدة، قال لي: اتق الله فإن الله يراك ويرى ما تعمل، فسقطت مغشيا علي، أشهدك يا الله بأنك تراني، وأنا الآن تائب وأصيب بحمى، واستمرت 7 أيام ثم مات. أيها التائبون، أيها الباكون، يا من سالت دموعهم أنهارا، هل تبحثون عن السعادة؟ هل تبحثون عن غاية الأمل الطيبة؟ إنها وربي في الرجوع إلى الله، في التوبة إلى الله، في الاستغفار من كل ذنب، ورحمتي وسعت كل شيء. جاء عن يوسف ابن الحسين كما ذكر ابن قدامة رحمه الله، ذكر ذلك في كتاب التوابين، قال: كنت مع ذنون المصري على شاطئ الغدير، فنظرت إلى عقرب، نظرت إلى عقرب أعظم ما يكون، عقرب كبير، قال: على شط الغدير واقفة، فإذا بضفدع قد خرجت من الغدير فركبت عليها تلك العقرب، فجعلت الضفدع تسبح حتى عبرت الغدير، فقال ذو النون: إن لهذه العقرب لشأنا. قال: فسرت خلفها أتابع طريقها، فجعلناها حتى رأيناها قد قطعت ذلك الغدير. قال: فتبعنا أثرها، فإذا برجل نائم وهو سكران، وإذا بحية سامة قد جاءت تلك الحية فصعدت على صدره ووقفت عند سره وهي تطلب أذنه، فاستحكمت العقرب من الحية، العقرب استحكمت من هذه الحية السامة،
فضربتها فانقلبت الحية وهربت، ورجعت العقرب إلى الغدير، فجاءت الضفدع فركبتها فعبرت، فحرك ذا النون الرجل النائم ففتح عينيه فقال: يا رجل انظر، فقد نجاك الله من هذه الحية، أرسل الله لك هذه العقرب. فقالت هذه الحية فقرصت تلك الحية فذهبت ولم تصبك بسوء. ثم أنشأ ذو النون أبياتا عن التوبة، ونهض الشاب وقال: إلهي ومولاي، هذا فعلك بمن عصاك، وهذه رحمتك بمن أذنب في حقك، فكيف برحمتك ورحمتك ولطفك بمن كان من أحبابك ومن كان من عبادك؟ ثم قام ونهض، ولما أراد أن يذهب قال له ذو النون: إلى أين؟ قال: سأذهب إلى المساجد. تاب إلى الله توبة صادقة ناصحة، كيف يعصى الإله؟ قال الله جل وعلا في الحديث: عجبا لك يا ابن آدم، خلقتك وتعبد غيري، ورزقتك وتشكر سواي، أتحبب إليك بالنعم وأنا غني عنك، وتتبغض إلي بالمعاصي وأنت فقير إلي، خيري إليك نازل وشرك إلي صاعد. يقول لي أحد القضاة بأن سجينا كبيرا في السن سجن ودخل السجن أكثر من 50 مرة، قال: وفي المرة الأخيرة لما قرأت ذلكم المحضر وتلكم المعاملة الكبيرة وجدت فيها من الجنايات والقضايا الكثيرة، قلت: يا سبحان الله، 50 مرة يدخل هذا الرجل فيها إلى السجن، ما تحرك قلبه ولا تاب إلى الله ولا أناب ولا رجع. قال: فناديته بعد أن قضيت أن أحكم عليه بحكم شرعي أدين الله جل وعلا بذلك الحكم. قال: فدخل علي فإذا به رجل كبير معه مجموعة من الحراس والجنود وفي يده القيد وفي رجله. قلت للجنود، قلت لهم: فكوا ذلكم القيد واخرجوا من المكتب. قالوا: كيف؟ قال: اخرجوا وسوف أحدث هذا الرجل. قال: ففك قيده وأجلسته معي في مكتبي، ثم أخذت أقول له: أيها الأخ المبارك، 50 عاما تدخل فيها سجنا وتخرج من آخر ما تغير من حالك شيء، أما أنا فأدين الله أنني قد حكمتك بحكم شرعي مقداره كذا من السنين والجلدات، ولكنني أريدك أن تقرأ هذه الآيات. يقول: فتحت له المصحف والقرآن فقلت له: خذ أقرأ. فقرأ قول الله جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قال: قرأها. قال: ثم ماذا؟ قال: اقرأها مرة أخرى. يقول: فقرأها مرة ثانية ولم يتأثر. قلت له: اقرأها مرة ثالثة. قال: فقرأها حتى السابعة ثم أخذ يرتعد ويرتعش ويبكي. قال: آمنت بالله وأستغفر الله وأتوب إلى الله جل وعلا. قال: فتاب من تلك اللحظات وأوصيته بحفظ القرآن خيرا. قال: فذهب ذلك الرجل فمكث بالسجن أقل من المدة التي حكم بها وحفظ كتاب الله كاملا وتاب توبة نحسب أنها صادقة. قال: فلما رأيته فإذا بوجهه يشع نورا فخرج من ذلك السجن وهو تائب وأصبح مؤذنا لأحد المساجد ومات في محرابه خلف الإمام وهو يصلي ساجدا لصلاة المغرب. أيها المؤمنون، أيها المؤمنون، يا من بقلبه من الذنوب جروح، تعال تعال فالباب مفتوح والكرم من الله يغدو ويروح. يا من ركب مطايا الخطايا، تعال إلى ميدان العطايا. يا من اقترفوا فاعترفوا لا تنسوا قول الله، قل يا عبادي الذين أسرفوا. يا من بذنبه باء وقد أساء، تذكر قول الله في الحديث: لو بلغت ذنوبك عنان السماء. كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون، حتى آدم عليه السلام أبو البشر أخطأ وتاب الله عليه. قيل أن آدم عليه السلام لما أكل من الشجرة تساقط عنه جميع زينة الجنة، ولم يبق عليه من زينتها إلا التاج والإكليل، وبقيت لحكمة، وجعل لا يستتر بشيء من ورق الجنة إلا سقط عنه، فالتفت إلى حواء وهو يبكي وقال: استعدي للخروج من جوار الله
هذا أول شؤم المعصية. المعصية تبعد العبد من ربه جل وعلا. إذا رأيتم القلوب تنفر من عبد من العباد فاعلموا أنه بعيد عن الله جل وعلا. فقال لحواء، فقال إننا لابد أن نستعد، فاستعدي للخروج. فقالت يا آدم ما ظننت أن أحدا يحلف بالله كاذبا، لأن إبليس قاسمهما على أن هذه الشجرة على أنهم لو أكلا منها سيصبح لهم الخلد التام. قالت فتعلقت الشجرة ببعض أغصانها، فظن آدم أنه قد عجل له بالعقوبة فنكس رأسه يقول العفو العفو، يطلب من؟ ينادي من؟ ينادي ربه جل وعلا العفو العفو. فقال الله يا آدم يا آدم أفرارا مني؟ قال لا يا ربي بل حياء منك يا الله. فأوحى الله إلى الملكين أن أخرجا آدم وحواء من جواري، فإنهما قد عصياني. آدم خلقه الله بيده، أرسله الله لأمته، ومع ذلك لما عصى بعده الله عن قربه، فماذا يقول العاصي الذي يبارز ربه ليل نهار ولا يخاف الله جل وعلا؟ ماذا يقول ذلك المذنب العاصي الذي لا يراقب الله ولا يخشاه ولا يخافه؟ فقال أخرج آدم وحواء فإنهما قد عصياني. فنزع جبريل عليه السلام التاج والإكليل من رأسه، وحل ميكائيل عليه السلام الإكليل عن جنبيه عن جبينيه. فلما هبط من ملكوت القدس إلى دار الجوع والمسغبة بكى على خطيئته 100 سنة، قد رمى برأسه على ركبتيه حتى أنبتت الأرض عشبا وأشجارا من دموعه عليه الصلاة والسلام. ثم ماذا؟ ثم إن آدم عليه السلام لبث في السخطة 7 أيام، ثم إن الله تعالى أطلعه في اليوم 7 وهو منكس محزون كظيم. فأوحى الله يا آدم ما هذا الجهد الذي أراك فيه اليوم؟ وما هذه البلية التي قد أجحف بك بلاؤها وشقاؤها؟ قال آدم عظمت مصيبتي يا إلهي وأحاطت بي خطيئتي، وخرجت من ملكوت ربي فأصبحت في دار الهوان بعد الكرامة، وفي دار الشقاوة بعد السعادة، وفي دار العناء والنصب بعد الخفض والدعة. قال الله تعالى له ألم أصطفيك لنفسي وأحللتك داري واصطفيتك على خلقي وخصيتك بكرمي فكيف تستنكر نقمتي فوعزتي وجلالي؟ لو ملأت الأرض رجالا كلهم مثلك يسبحون الليل والنهار لا يفترون ثم عصوني لأنزلتهم منازل العاصين، وإني قد رحمت ضعفك وأقلت عذرتك وقبلت توبتك وسمعت تضرعك وغفرت ذنبك، فقل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فتاب الله عليه. أيها المؤمنون، وهذا شاب من الشباب وقع في المخدرات والخمور أجلكم الله، حتى أنه يروي لي بنفسه ويقول حاولت مرارا أن أفعل الزنا بأمي أجلكم الله. يقول وفي يوم من الأيام خرجت مع مجموعة من الشباب رغبة في السفر إلى بلاد الخارج، وإذا بأمي تحاول في ألا أسافر وألا أذهب وأتركها، ومع ذلك لم أستمع إلى كلامها. قال فسافرت ورجعت بعد 3 أيام، يقول فإذا بي أأتي عند باب العمارة فأرى والدتي جالسة عند الباب وقد قبض الله روحها. فأصبح ذلك الموقف مؤثرا في نفسي، فتاب إلى الله فأسأل الله أن يتقبل منا ومنه. وجاء رجل إلى العبد الصالح إبراهيم بن أدهم رحمه الله فقال يا أبا إسحاق إني رجل مسرف على نفسي بالذنوب والمعاصي، فأعرض علي ما يكون زاجرا لي عنها وهاديا لقلبي. فقال إبراهيم اسمعوها أرجوكم وطبقوها ولنطبقها على أنفسنا علنا إلى الله نعود وعله يقبل توبتنا إذا رجعنا إليه. فقال له إبراهيم رحمه الله تعالى تعال، قال أولا إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزقه. فقال الرجل إذا من أين أكل وكل ما في الأرض من رزقه سبحانه وتعالى؟ قال إبراهيم أو يحسن بك أن تأكل رزق الله جل وعلا وتعصيه على أرضه؟ قال لا. قال هات الثانية. قال أما الثانية إذا أردت أن تعصيه فلا تسكن على أرضه ولا في بلده. فقال الرجل هذه أعظم من الأولى يا أبا إسحاق، إذا كان المشرق والمغرب وما بينهما لله تعالى فأين أسكن؟ فقال له إبراهيم يا هذا أفيحسن لك أن تأكل من رزق الله وأن تعصيه في بلده؟ قال لا. قال هات الثالثة. قال الثالثة إذا أردت أن تعصيه وأن تأكل من رزقه وأن تسكن في بلده
فانظر إلى موضع لا يراك فيه الله سبحانه وتعالى. أي موضع هذا الذي لا يرانا فيه الله؟ إن الله يرى ويعلم ويسمع ويبصر سبحانه وتعالى، محيط عليم، رقيب عالم بكل شيء. قال أحد العلماء إلى مجموعة من الطلاب: كل طالب منكم يأخذ دجاجة ويذبح هذه الدجاجة بشرط أن يذبحها في مكان لا يراه فيه أحد. فقام الطلاب فأخذ كل منهم دجاجته وذبحوها، إلا طالبا واحدا فقط جاء من اليوم الثاني والدجاجة في يده. قال: ألم أقل لك اذبح دجاجتك مع زملائك؟ قال: إنك قلت لنا اذبحوا الدجاجة في مكان لا يراكم فيه أحد، وأنا كلما تقدمت إلى مكان وذهبت علمت أن هناك من يراني. قال: من هو؟ قال: الله. الله يرى ويطلع ويعلم، حتى لو تسترت بالستور، وحتى لو اختفيت خلف الجدور، وحتى لو وقفت في أماكن مشيدة، فإن الله يرى ويعلم ويطلع سبحانه وتعالى. ألم يعلم بأن الله يرى؟ ثم قال له: كيف يكون هذا والله مطلع على ما في السرائر والضمائر؟ قال إبراهيم: أفيحسن أن تأكل رزقه وأن تسكن في بلده وأن تعصيه وهو يراك؟ قال: لا. هات الرابعة. قال إبراهيم: إذا جاءك ملك الموت لقبض روحك فقل له: أخر توبتي، أخر توبتي. فقال ذلك الرجل: كيف أقول له وهو لا يسمعني ولا أعلم متى سيأتي ولن يقبل كلامي؟ قال: أويحسن لك أن تعبد، أو يحسن لك أن تعصي الله على أرضه وأن تأكل من رزقه وهو يراك ولا تستطيع أن تقف لحظة واحدة لتتوب؟ قال: لا. قال: إذن هات الخامسة. قال إبراهيم: إذا جاءك الزبانية في يوم القيامة ليأخذوك إلى النار فلا تذهب معهم، لا تذهب معهم. قال الرجل: إنهم لن يدعوني ولن يقبلوا مني. فقال إبراهيم: فكيف ترجو النجاة إذن؟ قال الرجل: يا إبراهيم، حسبي حسبي حسبي، إني أستغفر الله، إني أستغفر الله، إني أستغفر الله وأتوب إليه. ثم لزمه ولازم العبادة والطاعة حتى مات وتوفاه الله جل وعلا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. اتصلت بأحد الفتيات تشكو حالها إلى الله وتشكو مشكلتها ومصيبتها، تقول: أنا فتاة قد وقعت بتعرف على شاب ورجل من الشذئاب البشرية، فتعرفت عليه أياما فإذا بي أخلو به، أخلو به لوحده وكان ثالثنا الشيطان. تقول: فوقع مني ذلك الرجل وحصل مني معه كما يحصل بين الرجل وبين زوجته، وإنني الآن تبت إلى الله وعدت إليه بعد أن وقع الفأس في رأسي. تقول تلك المسكينة: علم أهلي وعلموا أنني وقعت فيما وقعت به، لكنهم لم يرحموني. رحمة الله واسعة ويتوب على العاصين، وأولئك لم يتوبوا ولم يرحموني ولم يجعلوني أتوب. ما الذي حصل لي؟ ضربت وطردت حتى أصبحت أهيم في الشوارع، لا أجد ولا أعرف ملجأ إلا الله وإلى الله جل وعلا. حاولت أن أذهب يمنة ويسرة، فها أنا الآن أقف في أحد الشوارع وأخاطب رجلا من الناس وأقول له: أرجوك إن كنت رجلا تخاف الله جل وعلا، إنني أريدك أن تستر علي وأن تقيم علي بالصرف والستر والعفاف، أو حتى أصل إلى بعض المسؤولين لأعود. قالت في كلماتها: أسألك بالله، هل ذنبي هذا؟ هل ذنبي هذا لا يغفره الله حتى يكون لما يكون؟ فقلت لها وغيرها وأقولها لي ولكل شخص: فيا راكب العصيان ويحك، خلها، ستحشر عطشانا ووجهك أسود، فكم بين مشغول بطاعة ربه وآخر بالذنب الثقيل مقيد، فهذا سعيد في الجنان منعم وهذا شقي في الجحيم مخلد، كأني بنفسي في القيامة واقف، وقد فاض دمعي والمفاصل ترعد، وقد نصب الميزان للفصل بالقضاء، وقد خام خير العالمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس، لماذا الله جل وعلا يتوب على من تاب عليه؟ ومن تاب إليه ورجع، قف ذليلا خاشعا ناجي ربك، تذكر ذنوبك، تحسر على أيامك الماضية وقل: واحسرتاه، قلها بصوت عالي: واحسرتاه على أصحاب لم ينفعوني. كم من شخص صاحب الأشرار وأصبح معهم إلى عار ثم والعياذ بالله إلى النار. قل: واحسرتاه
على أحباب لم ينفعوني، وقل وحسرتاه على يوم طال السهر فيه. على ماذا؟ على المعاصي والذنوب والعياذ بالله. وقل وحسرتاه على عمر مضى وعلى زمان ولا وانقضى. وقل وحسرتاه إذا كشف الديوان بخطيئات اللسان وزلات الجنان وقبيح العصيان. قل يا حسرتاه على صلاة أرعتها. كم من رجل ينام اليوم عن صلاة الفجر وعن الصلاة مع الجماعة. في أيام أزمة الخليج قدمت جنازة ليصلى عليها صلاة العصر، فلما تقدم الإمام ليصلي على تلك الجنازة قام رجل من أطراف الصفوف فقال: يا شيخ، والله إن هذا الميت لا يصلي ولا يشهد الصلاة لا مع الجماعة ولا لوحده. فقال الإمام: أتشهد بهذا؟ قال: نعم، أشهد الله وملائكته وممن حضر من خلقه أن هذا الميت لا يصلي. قال: ما الذي أعلمك؟ قال: إنه أخي يسكن معي في بيت واحد، بل وفي غرفة واحدة، والله إنه قد أنكر وجوب هذه الصلاة. فخرج الإمام وخرج الناس ولم يصلوا عليه. تارك الصلاة مغضوب عليه في السماء، تارك الصلاة مغضوب عليه في الأرض، تارك الصلاة ملعون في السماء، تارك الصلاة ملعون في الأرض، تارك الصلاة لا يؤكل ولا يشارب ولا يزار إلا من باب الدعوة والنصيحة، تارك الصلاة لا يرث ولا يورث ولا يزوج ولا تأكل ولا تؤكل ذبيحته، تارك الصلاة إذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولكن يدفن في البرية أجلكم الله، بل ولا يترحم عليه. فاحذر أن تكون من هذا. قل: وحسرتاه على زكاة منعتها، وحسرتاه على أيام أفطرتها، وحسرتاه على أوقات أهدرتها، وحسرتاه على ذنوب ارتكبتها، وحسرتاه على فواحش اقترفتها، وحسرتاه لم يلهج لساني بذكرك، وحسرتاه لم تقم جوارحي بشكرك. وقل: وحسرتاه صح بصوتك كله، وقل: وحسرتاه يوم يفوز الصالحون. وهذا بشر بن الحارث يقول: اعترضت رجلا يقال له عكبر كردي، فقلت له: ماذا كان سبب رجوعك إلى الله؟ كان عربيدا قاطعا للطريق فتاب إلى الله توبة صادقة، فقص عليه قصته. قال: كنت أقطع الطريق وأسلب وأنهب وفي بعض القفار والدحون، وفي يوم من الأيام مررت على 3 نخلات، نخلة منهن لا تحمل، فإذا بعصفور يأخذ من النخل الذي فيه التمر ويقف على تلك النخلة التي ليس فيها رطب. قال: فلم يزل يذهب ويعود، فجلست أعد له ذهابه وإيابه أكثر من 10 مرات. فيقول: قلت لنفسي أقوم وأنظر. يقول: قمت فنظرت فإذا على تلك النخلة حية وثعبان أعمى يأخذ هذا الطير لها طعامها من تلك النخلة إلى النخلة الأخرى. يقول: فتأملت فرفعت أكفي إلى السماء، قلت: يا رب، يا مولاي، يا سيدي، هذه حية أمرنا نبيك بقتلها، عمياء لقد رزقتها وأعطيتها بسبب هذا العصفور، وأنا عبدك عصيتك وأذنبت، قطعت الطريق وأسرقت الأموال، وها أنا هذا اليوم أسألك يا الله أن تمن علي برزق حلال. قال: فتاب إلى الله توبة نصوحة، تاب إلى الله ثم كسر سيفه وأغمده ولم يكن بعد ذلك يفعل سوءا. ثم يقولون له زملاؤه: أزعجتنا طوال ليلك وأنت تتكلم وتصيح. قال: مهجور، مهجور أصلح ما بينه وبين من هجره. قالوا: من الذي هجرك؟ قال: هجرني ربي، فلما تبت له قبلني ربي سبحانه وتعالى. أيها المؤمنون، إن الله تاب على تلك الزانية وتاب على ذلكم الرجل الذي فعل الزنا، بل إن الله أدخل الجنة امرأة لأنها سقت كلبا فقط وهي يهودية، فدخلت جنة ربها سبحانه وتعالى. وهذا موسى عليه السلام يتوب إلى الله لما رأى الله الرحيم بخلقه، أخذ موسى يقول: يا الله، اجعلني أراك يا الله. فلما سمع موسى عليه السلام كلام ربه طمع في رؤيته، يقول أهل السير: فقال ربي كما قال الله: أرني أنظر إليك. قال محمد بن إسحاق: فاستمر موسى عليه السلام يلح على ربه، لما رأى أن الله كلمه أراد أن يراه، فقال: انطلق فانظر إلى ذلك الحجر، حجر في الطريق، قيل أنه الجبل وقيل حجر قبل الجبل.
قال: فلما ذهب إلى الحجر في رأس الجبل فقال له الله: اجلس عليه يا موسى. يقول: فصعد ثم جلس عليه موسى فقال: إني مهبط عليك جندي من السماء الملائكة. ففعل موسى، فلما جلس على الحجر واستوى عليها عرض الله عليه جنود سبع سماوات، فأمر ملائكته ملائكة سماء الدنيا أن يعرضوا عليه، فمروا بموسى عليه السلام ولهم أصوات مرتفعة بالتسبيح والتهليل كصوت الرعد الشديد. ثم أمر ملائكة السماء الثانية أن يعرضوا عليه ففعلوا، فمروا على ألوان شتى ذو وجوه وأجنحة منها ألوان الأسد رافع أصواتهم بالتسبيح، ففزع موسى منهم وقال: أي ربي إني ندمت على مسألتي، فقال: هل أنت منجيني من مكان هذا يا رب؟ ثم نزلوا عليه أهل السماء الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم السادسة ثم السابعة، ونزلوا عليه بألوان مختلفة وأبدان مختلفة، وأقبلت ملائكة يخطف نورهم من أبصار، ومعهم حراب الحربة كالنخلة الطويلة كأنها نار أشد ضوءا من الشمس. وموسى عليه السلام يبكي رافعا صوته يقول: يا رب اذكرني ولا تنساني، أنا عبدك، ما أظن أن أنت مما أنا فيه، إن أخرجت من هذه، إن نزلت من على هذا الجبل، وإن خرجت يا ربي احترق، وإن خرجت علي احترق، وإن مكثت مت. ثم قال له رأس الملائكة: يا موسى اذهب فإن الله قد غفر لك. فقال: سبحانك تبت إليك. أيها الإخوة، لا تيأسوا من رحمة الله ولا تيأسوا من روح الله، فتوبوا إلى الله. فإنني أعلق سببا واحدا فقط بالتوبة. قال بعض العلماء: إن من أسباب التوبة نصر الأمة وعزتها ورفعتها ونظر الله لها برحمته سبحانه وتعالى. وانظروا يوم كثرت ذنوبنا، انظروا إلى الأمم الماضية، قوم لوط اشتهروا باللواط، وقوم فرعون اشتهروا بالسحر، وغيرهم من الأمم اشتهرت بمعصية واحدة، ولكن هذه الأمة كم فيها من ذنب؟ ألسنا نرى الشرك عيانا؟ ألسنا نرى الزنا واللواط أجلكم الله كذلك؟ ألسنا نرى الذنوب والمعاصي صغيرها وكبيرها؟ أنا لا أقولها لك الناس، فمن قال كذلك فهو أهلكهم، لكن الذنوب فشت. فإذا ما الذي يحصل في الأمة الآن، سواء على أرض فلسطين أو في أرض أفغانستان أو في كشمير أو في الفلبين؟ والله إنما يدور هنا وهناك، بل حتى في أنفسنا، إنه بسبب ذنوبنا. أنا نعم أقول قد يكون الأمر في ظاهره شر، لكن خيره في النهاية خير، كما قال الله عن قصتي موسى عليه السلام، انظروا لها وتأملوا. موسى عليه السلام لما ولد قال الله لأمه: أين تضعه؟ في التابوت. هل التابوت مكان يحفظ فيه الأطفال؟ لا، ومع ذلك وضعته بالتابوت. ثم يقول الله لها: ضعيه في اليم في البحر، فتضعه في البحر. قال بعض العلماء: البحر هلاك خارجه، هلاك داخله، هلاك عمقه، ثم يوضع في البحر. ثم أرادت أن تخاف على ولدها، قال: ولا تخافي. طيب أحزن على فلذة كبدي، على بعده عني، قال: ولا تحزني، بل وتأتي البشارة، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فظاهر الأمر شر لكن باطنه خير. وإبراهيم عليه السلام يقول الله له جل وعلا: بل ويرمى في النار وتشعل تلك النار أياما ثم يربط بخيط. قال أهل التفسير: ما احترق من إبراهيم إلا الخيط الذي ربط في يديه، جاءه جبريل وهو في المنجنيق يرمى على النار، هل من حاجة؟ قال: منك أو من الله؟ قال: من الله. قال: منك فلا أريد، من الله أريدها. قال: ما هي حاجتك؟ قال: الله أعلم بحالي، وهو الذي سيسترني، وهو الذي سيقوم بحاجتي. ثم يسقط إبراهيم في النار ويجلدون 40 يوما كما قال ابن كثير، وغيرهم قال أكثر، حتى رؤيت هذه النار في أماكن بعيدة. وبعد 40 يوما وتخمد النار، ويخرج إبراهيم أمام الناس ولم يصب إلا ذلك الحبل الذي ربط به يديه. ثم قال النمرود: إن ربك الذي نجاك من هذا إنه لعظيم، إنه لعظيم، لأذبحن له 60 بدنة. فلا تبنى إلى الله، هذه قضية. القضية الثانية: كيف نشكر ما أنعم الله به علينا؟ الله أنعم علينا نعما عظيمة لا تعد ولا تحصى. ألا يكفي أن الله يقول: وإن تعدوا نعمة الله، إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها؟
يقول ابن سعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: إن الله قدم العد على الإحصاء لأنك لن تستطيع عد النعم فضلا على أن تحصيها. ولذلك يقول الله جل وعلا: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ألا تتأمل أن الله امتن عليك كما سمعتم في قصة إبراهيم بن أدهم أنه يقول: كيف تعصي الله وأنت على أرضه، وكيف تعصيه وهو يراك، وكيف تعصي الله سبحانه وتعالى وأنت تسبح في ملكوته وفي خيراته وفي نعمه وفي آلائه. قال الشافعي رحمه الله تعالى: مررت على بيضة فرأيتها فرفعتها فتأملت فيها. أسألكم بالله، من منا اليوم يتأمل في بيضة أو ينظر فيها فيراها فيرى الأمل فيها أو يرى خلق الله فيها أو يرى الكبرياء والنعمة فيها؟ فلما رآها قال: سبحان الله، هذه البيضة خارجها أبيض كالفضة من الخارج وداخلها أصفر كالذهب الزلال، يخرج الله منها حيا يسمع ويبصر، ألا تدل على السميع البصير؟ تدل على الله أم لا تدل؟ ويمر الإمام أحمد على ورقة شجرة فيرى تلك الشجرة فيتأمل فيها قال: سبحان الله، هذه الشجرة تأكلها النحلة فتخرج عسلا، وتأكلها الغزال فتخرج مسكا، وتأكلها الدودة فتخرج حريرا، ألا تدل على السميع البصير؟ ويقف مالك رحمه الله في عرفة يرى الناس، هذا متضرع، هذا باكي، هذا خاشع، هذا داعي، فلما رأى الناس في تلك الحالة في عرفات قال: لا إله إلا الله. تعددت اللهجات واختلفت اللغات، ولكنها لا تختلف على فاطر الأرض والسماوات. لما مر بعض الناس على الآيات ولم يقفوا ذمهم الله، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. إذن لماذا لا تقف معها النفس؟ خلقك الله لتتوب، وخلقك الله لتسكب تلك الأنهار والدموع وترجع إلى الواحد التواب الغفار، ترجع إليه سبحانه وتعالى لتعبده بما خلقك به. خلق لك البصر والسمع والقوة في البدن حتى تسخرها في طاعة ربك. قال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. تأملوا معي في بعض جزئيات هذا الجسد، وقد يكون هناك ممن يعرف الجزئيات أكثر كالأطباء وغيرهم، إلا أنني أتكلم عما نراه ظاهرا، وإلا الأسرار والأخبار فيها عظيمة. البصر أيها الإخوة نعمة أو غير نعمة؟ نعمة. وأكبر دليل كما قال ابن رجب: إذا أردت أن تعرف نعمة الله عليك يقول: ضع كفيك على عيني ترى نعمة الله. وأنا أقول الآن: اسألوا أصحاب النظارات، الذي يلبس نظارة الآن يعرف قيمة هذا البصر وهو يرى يبصر، فكيف بالذي أصلا ما يرى؟ لما مشى أحد الرجال في طريق، يذكر هذا ابن الجوزي، يقول: وجد في طريقه أجلكم الله أذى وأوساخ، فلما رأى الأوساخ حملها، لأن إزالة الأذى عن الطريق صدقة. يقول: وضعها على جنب الطريق، فجاء رجل آخر فأخذ الأذى والأوساخ فوضعها مرة أخرى في نصف الطريق، فجاء الرجل قال: أنت مجنون، أنا أبعد الأذى عن طريق الناس وأن تعيده مرة ثانية؟ قال: أنت أبعدت الأذى عن طريق المبصرين ووضعته في طريق العميان. الأعمى في الغالب وين يمشي؟ على جدار. قال: أنت وضعته في طريق العميان، أتركه في نصف الطريق حتى يراه الأعمى، يراه المبصر ولا يقع فيه، ولا يقع الأعمى إذا مشى على جداره. في الأثر أن رجل من بني إسرائيل عبد الله 500 عام، الآن كم أعمارنا؟ 500 عام ما بين عبادات وقربات وطاعات، حتى جاءته الوفاة فتوفاه الله، ثم قال الله لملائكته: اذهبوا إلى عبدي هذا فاسألوه، قولوا له تدخل الجنة برحمة الله أو بعملك، فقال: أدخل الجنة بعملي. اغتر بأعماله، فقال الله: ضعوا فقط للملائكة في الميزان أعمال هذا الرجل في كفة، ونعمة البصر فقط هذه في كفة أخرى. فوضعوا الأعمال في كفة ونعمة البصر في كفة، فرجحت نعمة البصر، فقال: يا ربي آمنت، أدخل الجنة برحمتك، فدخل الجنة برحمة الله تعالى. انظروا إلى الشم، حاسة الأنف هذه بعض الناس يتوقع أنها ليست نعمة. حدثني مدير الدفاع المدني في المملكة العربية السعودية في الرياض، يقول: حصل حريق في أحد البيوت الصغيرة أو الشقق، وعلى أثر هذا الحريق احترق أغلب المنزل، والغريب أن صاحب المنزل كان موجودا في بيته ولم يكن نائما، فلما تأكدوا من سبب الحريق وجدوا أنها الشرارة بدأت في المطبخ ثم انتشرت في البيت كله حتى احترق أغلب البيت. قالوا: ما دمت موجود ولم تكن نائما ما شعرت بالحريق؟ قال: لا، لم أشعر به. كيف لم تشعر بهذا الحريق؟ قال: ما شعرت بذلك الحريق
لأنني لم أشعر به إلا حينما رأيت الدخان اقترب من الغرفة، وشعرت بحرارة النار لما اقتربت من غرفتي، لأن حاسة الشم عندي معطلة، لا أشم، ولو كان الشم موجود لاستطاع أن يشم النار من بدايته. وأنتم ترون الآن ممن لا يشمون، لو قدم له طيبا طيبا ما عرف ريحته، ولو مر أجلكم الله على ريحة خبيثة ما تأفه منها وما تقزز نفسه، لأنه لا يشم. ثم انظروا إلى نعمة اللسان، رأينا أبكم أطرم إذا جاء يتكلم يحرك يديه ويحرك رأسه، بل والله بعضهم يحرك كل جسده ويتمتم أم 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 بتمتمات. في النهاية نقف حائرين نقول ماذا تريد، ماذا تريد؟ فيقف لا يتكلم. ألا تحمد الله أنت وأن تتكلم عشرات الكلمات في لحظات، بل في ثواني تتكلم بها. لو أردنا أن نحسب كلام أحدنا، يقول أحد السلف: كنت أجمع وأعرف كلامي من الجمعة إلى الجمعة يعرف عن ماذا تكلم وبماذا تكلم. أسألكم بالله، لو قلت لأحدنا من صلاة العصر فقط إلى صلاة المغرب هل تستطيع أن تعد كلماتك التي تكلمت بها؟ يقول أحد الدعاة بأن رجل يعمل في مصنع ومعه زميل له أبكم في نفس المصنع هذا. الأبكم هذا كان يدور في المصنع، ففجأة سقطت آلة حادة على زميل الأبكم، آلة سقطت كبيرة، فأغشي هذا الرجل، أغشي عليه. تقدم الأبكم هذا يريد أن ينقذ صاحبه، أن يقف معه، أن يرفع، ما استطاع، أراد أن يصرخ، أن يصيح، أن ينادي الناس حتى ينقذوه، هيهات، أبكم لا يتكلم. فالتفت فوجد الهاتف تليفون، رفع السماعة، اتصل بالإسعاف، ردوا عليه الإسعاف، ماذا يقول؟ يقول أم أم، أو يحرك يديه، أو يحرك رأسه، أو يحرك رجليه. في هذه اللحظات أعرف أنا وأنت وهو وكل من خلق الله فضل وقدر هذه النعمة التي فرط فيها الكثير منا ولم يعرف قدرها. اليد هذه نعمة ولا لا؟ هب أنك المفصل هذا لا يتحرك، تخيل الآن أن المفصل هذا ثابت، يعني مثبت ولا يتحرك، كيف سيكون ممشانا في الطريق بهذه الطريقة؟ إذا جعل الله هذا المفصل يتحرك، بل رأيت رجل عمره أكثر من 100 سنة قطع أصبعه، هذا أصبعه مقطوع، فسألت قلت أسألك على الإصبع هذا، هل خلقك الله بهذه الصورة؟ قال لا، إنما كان أصبعي موجود وقطع على أثر قرصة حية قديما فبتر هذا الأصبع. قلت هل حركت يدك الآن كحركتها قبل أن يقطع هذا الأصبع؟ قال لا والله، والله الذي لا إله غيره، تغيرت قوتي كاملة في جسدي بسبب هذا الأصبع فقط. يذكر عبد العزيز الخطابي في رسالة له سماها شكر النعم، رسالة صغيرة، ذكر قصة واقعية أذكرها للعبرة. يقول أن رجلا يقول كنا نجلس في المسجد في مثل هذا المجلس المبارك نتذاكر في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بينما نحن جلوس فإذا برجل من خارج المسجد يطرق علينا النافذة برأسه، يقول طرق النافذة برأسه، يقول لفت نظري، قلت لأحد الموجودين من الطلاب الذين يدرسون كتاب السنة قم تعال اذهب وانظر ماذا يريد هذا الرجل. يقول فخرج أحد الطلاب، فلما خرج وجد رجلا خلقه الله كاملا لكن من غير يدين، ما له يدين. يقول وقفت أتأمل وأنظر وأتأمل وأحمد الله على هذه النعمة. يقول قلت له ماذا تريد؟ قال أريد دورة المياه أجلكم الله، أبغى دورة المياه. يقول قلت له دورة المياه هناك في الجهة الفلانية. قال خذ لي لها. يقول فذهبت أنا وإياه حتى وقفنا عند باب دورة المياه. يقول أول ما وقفنا قال لي افتح الباب، أنا ما أستطيع افتح الباب لأن يدي ما في أيدي أنس. يقول حمدت الله وفتحت له الباب، ثم دخل دورة المياه، ثم أغلقت الباب، ثم طرق الباب علي مرة ثانية برأسه. يقول لما طرق الباب فتحت عليه وفي الحمام. قلت نعم ماذا تريد؟ قال أريدك أن تخلع ملابسي حتى أقضي حاجتي، أنا ما أستطيع أخلع ملابسي. يقول نزلت رأسي وحمدت الله وخلعت ملابسه ثم خرجت. يقول وأغلقت الباب. يقول لما انتهى من حاجته ثالث مرة طرق الباب علي مرة ثالثة برأسه، فتحت الباب. يقول لما فتح الباب قال أريدك أن تغسلني وأن تلبسني ملابسي. فيقول قلت لا إله إلا الله، لله ما أعطى وله ما أخذ سبحانه وتعالى. هل هذه نعمة ولا نعمة؟ إذن احمدوا الله على ما أنتم فيه. زرنا مركز التأهيل الشامل التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية
في الرياض. فأول ما زرنا المركز دخلنا على مريض، والله يا أخوان أن هذا المريض طوله والله لا يتجاوز 40 سنتي تقريبا، لا شيء. فأول ما رآنا تحركت عينيه فقط وأخذ يبكي. سألت الطبيب المرافق معنا، قلت ما مرض هذا الرجل؟ معاق، جسمه ملتف بهذه الطريقة تقريبا على بعض. قال هذا الرجل على هذه الحالة لكن عقله معه، العقل موجود. قلت كيف تغذونه؟ قال يغذى عن طريق الأبر أو رضاعة أطفال، يوضع فيها حليب وماء ويغذى بها على هذه الحالة. قلت يشعر بنا؟ قال نعم يشعر. فأخذت أحرك يدي وعينه تدمع. قلت كم له على هذه الحالة؟ قال الرجل الآن هذا عمره 43 سنة منذ أن خلق وهو على هذا السرير، من 43 سنة وهذه حالته على هذا السرير، لا يتحرك من أعضائه إلا العين فقط وتدمع ما بين فترة وأخرى. ألا نحمد الله على هذه النعم العظيمة؟ ألا نحمد الله على ما نحن فيه من نعم وآلاء؟ لو أردنا أن نحمد الله وأن نشكره منذ أن نخلق حتى تقبض أرواحنا والله ما أدينا شكر نعمة واحدة مما أنعم الله به علينا. رأيت رجل في المستشفى كبير في السن، فلما زرته وأردت الخروج أخذ يبكي. قلت لا تبكي، لا تيأس من روح الله، لعل ما كتب الله لك خيرا لك في دنياك وأخراك. قال والله ما بكيت يأسا ولا قنوطا من رحمة الله، لكنني بكيت، يقول تمنيت في رمضان، هذا الكلام، تمنيت من الله أن أعافى ولو يوما واحدا فقط حتى أخرج وأصلي مع المسلمين في الجماعة وأصوم يوما كاملا في رمضان. فنعم الله لا تعد ولا تحصى. رجل في أيضا مركز التأهيل، حدثني أحد الدعاة يقول دخلنا، وهذا فيما يتعلق بالجهاز هذا الهضمي، يقول كنت أسمع صراخ المريض قبل ندخل الغرفة، أول ما دخلنا فإذا بالمريض يرفع صوته ويبكي بشدة. يقول دخلنا فقلت للطبيب ما هو مرضه وما هي علته؟ قال هذا الرجل عنده تلف في الجهاز الهضمي، ما يستطيع هضم الطعام. قلت ماذا يأكل؟ يأكل رز لحم، أكل دسم حتى لا يستطيع أن يهضم الطعام. قال لا والله، إنما نعطيه رضاعة أطفال فيها حليب ومع ذلك يتعسر في هضمها، يتعسر في هضمها. بعض العيادات موجودة، رأيتها بنفسي في المملكة، عيادات خاصة لمن كان عنده احتقان أو إعسار في عدم إخراج الفضلات أجلكم الله المسجد، تخرج عن طريق آلات وشفط وسحب وأبر، ومع ذلك يذهب كل يوم إلى هذه العيادة. وأنت تذهب وتأتي في راحة وفي قوة بدن، ألا تشكر الله على هذه النعمة؟ لما قيل لهارون لو أنك افتقدت الماء ما وجدت شربة ماء تشربها، لكن وجدتها عند رجل واحد فقط، ماذا تعطيه حتى يعطيك هذه الشربة؟ قال أعطيه نصف ملكي ومالي. قالوا طيب لو أنت شربتها الشربة هذه، ولكنك حينما شربتها تحسرت ولم تستطع إخراجها ووجدت العلاج بعد الله سبحانه وتعالى عند هذا الرجل، ماذا تعطيه؟ قال أعطيه نصف ملكي ومالي. فقالوا لا بارك الله في مال أو في ملك، ذهب نصفه بشربة ماء والآخر بإخراجه. لعلي لا أطيل أيها الإخوة، لكن أختم بقضية نعمة القدم. ذكرت قصة قد سمعتموها لكن أذكرها من باب التواصل الموضوع. أذكر أن رجلا صلى معنا في الرياض في المسجد قبل أكثر من تقريبا عشر سنوات، ولفت نظري وأنا أصلي صلاة العشاء أن هذا الرجل يبكي منذ أن كبرنا حتى انتهينا، بل بعد الصلاة كان بكاءه حار وواضح. فسلمت عليه لأنه تبين أنه غريب عن جماعة المسجد، وسألته عن سبب البكاء وقلت هل من حاجة نقضيها لك؟ قال أنا حدثت لي قصة قبل 9 سنوات، يعني من الآن تقريبا من 19 عاما، وامتن الله علي بشفاء على أثر حادث جاءني وأصبت به، فأصبت بشلل في أقدامي. يقول استمر المرض معي 9 سنوات الشلل، ما تركت طبيبا ولا مريضا ولا علاجا في المملكة ولا في خارجها إلا بذلت السبب لكن دون جدوى. يقول كلما ذهبت إلى طبيب قال أنت حالتك ميؤوس منها. يقول فقدت الأمل من الناس وبقي الأمل متعلق برب الناس سبحانه وتعالى. إلزم يديك بحبل الله معتصما فإنه الركن إن خانتك أركان. يقول وفي يوم من الأيام كنت جالس في الغرفة متمدد، وأدخلوا علي أهل البيت القهوة والشاي في صينية وضعوها على طاولة مرتفعة قليلا. يقول أنا جالس في نفس المكان كان عندي أحد الأطفال الصغار يحبو في الغرفة. يقول فجأة تقدم
إلى هذه الصينية فسحبها فسكب عليه الحار مباشرة. يقول: قمت خائفا فزعا من ذلك الموقف، والله لم أشعر بنفسي إلا وقد مشيت أكثر من 4 خطوات تقريبا. يقول: دخل أهل البيت على الصراخ والصياح وسقوط هذا الحار، فلما دخلوا ورأوني لا أدري هل بكاؤهم كان فرحا على ممشى هذا الصبي الغلام، أو حزنا على فرحا على ما حصل لي من ممشى، أو حزنا على هذا الطفل. يقول: ومن تلك اللحظات وإلى يوم هذا وأنا أمشي ولله الحمد والمنة، حتى قال: والله لو سجدت لله سجدة من الآن حتى تقوم الساعة ما قدمت شكرا لله جل وعلا على هذه النعمة، فأحمد الله على ما أنتم به من نعم عظيمة لا تعد ولا تحصى. ولو تأملنا في خلق الإنسان بعد الدقائق لوجدنا العجب العجاب، بل لو تأملنا في خلق السماء والأرض لوجدنا أشد من ذلك. الله يقول: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى: أنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. أسأل الله أن يتوب علي وعليكم وأن يجعلنا وإياكم ممن تاب إليه توبة نصوحة وأن يقبل منا ومنكم صالح الأعمال. يقول: كيف أبكي من خشية الله، وكيف أتلذذ بالبكاء من خشية الله، وكيف أتلذذ بالصلاة والذكر وقراءة القرآن، أحس أن في قلبي قسوة وأدي الصلاة حركات جوفاء، أرشدني جزاك الله خير. أنا دائما أقول لنفسي ولغيري من الإخوة أن محط نظر الله هو القلب، هذا القلب ملك الجوارح، بقدر ما نستطيع أن نحيي هذا القلب حياة إيمانية حياة حقيقية أن يحيي القلب استطعنا أن نحقق العبادة على وجه الذي يرضي الله. والحياة العبادة لها حقيقة ولها صورة. أنا أضرب لكم مثال: لو أني صورت هذا الكأس وقلت لكم في هذه الصورة هذه صورة ماذا، الجميع سيقول هذه صورة كأس ماء، لكن هل يستطيع أحدنا أن يشرب من هذا الكأس داخل الصورة؟ عجيب، لا، لأن تلك صورة وهذه حقيقة. لو صورت لك الآن 10 دنانير وأتيت بنفس الفئة والشكل والألوان وصورتها وقلت هذه ما ذاك، سيقول الجميع هذه 10 دنانير. هل يستطيع أحدنا أن يشتري بها ولو كيس خبز بهذه 10 دنانير التي بالصورة؟ لا، لأنها صورة ليست حقيقة. لو عندنا أحد من الناس فلان زيد من الناس، قدر الله على زيد أصبح أعمى، ماذا يسمونه؟ زيد، ما تغير اسمه. لو قدر الله على زيد هذا أصبح مشلول، ماذا يسمى؟ زيد، ما تغير. لو قدر الله على زيد قطعت يده يسمى زيد. لكن إذا مات زيد هذا وقدم للمحراب للصلاة عليه، الإمام يقول صلوا على زيد؟ لا، يقول صلوا على الجنازة، صلوا على الميت. ليش؟ لأن الحقيقة روحك إيمانك انتهت. يا متعب الجسم كم تسعى لراحته، أتعبت جسمك فيما فيه خسران، أقبل على الروح واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. فقضية أن الإنسان يحيي هذا القلب حياة صحيحة بذكر الله سبحانه وتعالى الذي يقول لا أبكي من خشية الله، إذا اطمأن القلب بذكره خشيه سبحانه وتعالى، وإذا اطمأن القلب بخوف من الله ورجاء له سبحانه وتعالى خشي الله سبحانه وتعالى وتعلم على الخير كله. فعالج هذا القلب بالذكر بالاستغفار بالتسبيح بالتهليل. والله كنا نعد أحيانا في مجلس واحد لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه أكثر من 100 تسبيح واستغفار في مجلس واحد، سبحان الله الحمد لله والله. بل إنني كنت أذكر أن في بعض المحاضرات أقرأ بعض الأسئلة أو نقرأ بعض الكتب وطيلة الشيخ وهو يسمع يسبح ويستغفر يذكر الله جل وعلا. لذلك إذا جاء خبر عن أي جهة من جهات المسلمين، يا شيخ في أندونيسيا قتل ما يقارب 100 رجل قال إنا لله، فأخذ يبكي بكاء حار لأن قلبه أصلا متعلق بالله. فبذلك أدنى ما يأتي من الكلام في قال الله وقال رسول يتأثر به المؤمنون الصادقون، لأن القلب جاهز فقط لأن يحرك بالكتاب والسنة. فيقول: أما قضية الصلاة فالصلاة ذكرت الأخوة وأعيد باختصار، إذا أردت أن تخشع في صلاتك طبق ما قاله ذلك الرجل رحمة الله عليه من السلف تابعي، سئل وقلت لكم هذا كيف تخشع في صلاتك، قال: إذا كبرت أول قضية أتذكر أن الله يراني. مراتب الدين كم مرتبة؟ 3 مراتب: الإحسان والإيمان والإسلام. أعلى مرتبة ما هي؟ الإحسان، أن تعبد الله كأنك ترى. يقول: إذا قلت الله أكبر مباشرة أتذكر أن الله يراني، ثم أتذكر أن الصراط تحت قدم الذي ينصب على متن جهنم. تخيل أنت الصراط أدق من الشعر، أدق الشعر هذه أدق منها، أحد من السيف، أروغ من الثعلب، أحر من الجمر، ينصب على متن جهنم. قال: وأتخيل أن الجنة عن يميني، جنة ما فيها من نعيم وفيها من أنهار وما فيها من فرحة وسرور، وأتخيل أن النار عن يساري،
وما فيها من عذاب وزقوم وغيرها النار. أخف أهل النار عذابا يوم القيامة هو رجل يلبس نعلين تغلي بهما دماغه من شدة حرارة النار، هذا أخف رجل. بل إذا أقبل صاحب النار على النار ورأى النار يرجع من شدة الحرارة، لكن ما يترك يرجع، الملائكة وراه تدفع مرة ثانية، تدفه بالنار. الله يصف هذا الموقف فيقول: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. قضية النار عن يساره، وأن ملك الموت خلفه، وأن القبلة أمام عينيه يتخيلها أمامه. قال: ثم أكبر بتحقيق. الله أكبر، إيش معنى الله أكبر؟ أكبر منك ومن دنياك ومن وظيفتك ومن همك ومن غمك ومن كل ما خلق الله، الله أكبر حقا. وأقرأ بترتيل: الحمد لله رب العالمين. ترتل القرآن. بعض الناس يقرأ القرآن كأنه يقرأ مجلة ولا جريدة ولا شعر، لا. لو تأملت في قوله تعالى الحمد لله فقط في الفاتحة، تحمد الله على ماذا؟ تحمد الله على أنك مسلم وغيرك كافر مشرك، تحمد الله على أنك تبصر وغيرك أعمى، تحمد الله على أنك لك أطفال وذرية وغيرك عقيم، تحمد الله أن عندك مال وغيرك فقير، تحمد الله على أنك لديك من النعم ما لا تعد ولا تحصى، وإن تعد نعمة الله لا تحصها. أكبر بتحقيق، أقرأ بترتيل، أركع في خضوع، أسجد في خشوع، أجلس في طمأنينة، أتشهد على يقين، أسلم على أمل، ولا أدري أقبلت صلاتي أم لا. الطمأنينة في الصلاة أن يطمئن، قال بعضهم أن يأخذ كل عضو من جسدك في موضعه، سواء في القيام أو في الركوع أو في السجود أو في الجلوس بين السجدتين أو في التشهد الأخير أو الأول، يأخذ موضعه بقلب مطمئن راضي متيقن أن هذه الصلاة شرعها الله جل وعلا، لأن الله كرمك أنت يا بني آدم. ولقد كرمنا بني آدم، قال بعضهم كرم بالعقل، وقيل إن الله كرمك بانتصار ظهرك. كل الحيوانات مخلوقة ظهورها منحنية إلا أنت، ظهرك قائم ولا ينحني إلا في حالة واحدة فقط، يوم تسجد وتركع لله سبحانه وتعالى، ولذلك أصبحت لك الكرامة والعزة والرفعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لتوبة النصوح، وعذرا أيها الأخوة إن كان من نقص أو تقصير أو خطأ فهذا وارد، وأنا لست معصوم بشر، وإنما أقول كما قال الأول: اعمل بقولي وغض الطرف عن زللي، ينفعك قولي ويضرك تقصيري. وأدين الله أنني أردت بما قلت وجه الله جل وعلا متمثلا بذلك الكتاب والسنة وما سار عليه علماء السنة من السلف الصالح رضوان الله عليهم، فإن كان هناك خطأ من نفسي والشيطان.